من حقك تفرح طبعا، ومن حقنا كلنا هنا نفرح، ومن حق كابتن علاء يفرح. النهارده كان متفائل جدا الحقيقه، وانا يوم الخميس كنت متفائل، بس الفكره اللي انا خدتها على الوداد كانت فكره جباره الحقيقه. بس الواقع النهارده الحقيقه التزام لاعبي النادي الاهلي، اجهزه فنيه واجهزه اداريه وكل من قائم في المؤسسه، تعاملوا مع هذا الوضع النهارده باحترافيه شديده جدا، فرحوا الناس وفرحوا الجماهير. ان شاء الله تكمل في مصر باذن الله يوم الجمعه، وتكمل بالبطوله باذن الله بنفس التركيز بنفس الاحترافيه اللي احنا شغالين عليها. الف الف مبروك للكباتن في الاستوديو هنا ولجميع العاملين بالقناه. وانا انت قلت يوم الخميس يمكن ان 2-1 2-1 انا على يعني انا بتكلم ان انا ما قلت مش تمشي برده تمشي لا ما تمشيش ما تمشيش علاء يا كلنا 2-0 احلى الواحد دوت 2-0 احلى وانا كنت عايز 2-0 بيني وبين نفسي بس ايه قلت يعني الوداد والحكام والوعود والبتاع ده. فالحقيقه النهارده يعني بعد 20 دقيقه مباراه طبعا المباغته اللي احنا عملناها وكلمنا عليها هل هنلعب احنا ضاغطين من الاول، ده اتحقق فعلا في اول ضغط كان قفشه الحظ وترجم هدف جميل ببطن رجله في الزاويه على الشمال، و توالت بقى الاحتفاظ توالى الالتزام، مفيش تفريط في الانفعال داخل الملعب، مفيش التفريط في الاماكن، مفيش تفريط، كله ابتدى يقفل الملعب على فرقه الوداد في نص الملعب، ويبقى في تجانس وفي تقارب من الفرقه كلها. مزبوط. يمكن ما كناش موجودين اول 20 دقيقه انا بقول لك بصراحه، انما بعد 20 دقيقه الحقيقه شفت انطلاقات، شفت ثقه اتبنى عليها لعيبه النادي الاهلي مع بعض الحقيقه، انطلاقات ابتدوا شايفين الدنيا ان يعني نص ملعب الحقيقه بتاع الوداد والديفندرز ناس اعتقد كبار في السن مش قادرين النهارده. بس خلي بالك الجول المبكر اللي جابه قفشه فرق جدا برضه، بيفرق على اي حد طبعا معانا او ضدنا او اي حاجه، الجول اللي يجي فيك مباغت وعلى ارضك في الاول ده مزبوط. يخليك حساباتك كلها بتتلخبط. صحيح. فهارد لك لفرقه الوداد، مبروك للنادي الاهلي، وباذن الله تكمل الماتش الجاي باذن الله. كابتن علاء الف مبروك للنادي الاهلي، راهنت على الطريقه